مجدي تدرس من دور دكتور مجدي تدرس. الحقيقه يعني عمره ما اتاخر علينا في اي وقت احنا طلبناه منه يكون معنا في خدمه من خدمات الكنيسه، سواء في اي اجتماع من الاجتماع بتاعتنا او سواء في اي نصيحه او في اي حاجه. دكتور مجدي من الناس الخدام الممتازين اللي معنا في الكنيسه، ربنا يبارك وقتك وحياتك يا دكتور مجدي. مجدي تدرس دكتور مجدي تدرس الحقيقه يعني عمره ما اتاخر علينا في اي وقت احنا طلبناه منه يكون معنا في خدمه من خدمات الكنيسه، سواء في اي اجتماع من الاجتماع بتاعتنا او سواء في اي نصيحه او في اي حاجه. دكتور مجدي من الناس الخدام الممتازين اللي معنا في الكنيسه، ربنا يبارك وقتك وحياتك يا دكتور مجدي. مجدي تدرس دكتور مجدي تدرس الحقيقه يعني عمره ما اتاخر علينا في اي وقت احنا طلبناه منه يكون معنا في خدمه من خدمات الكنيسه، سواء في اي جدا في ديلي في الصوت، في حد سامعني نصيحه سمع صوتك اي حاجه. دكتور مجدي من الناس ممتاز. اوكي يعني عمره ما اتاخر علينا في اي وقت احنا النهارده باذن ربنا هنبتدي اوكي يا جماعه بتاعنا ان احنا الصوت يعني زماني نصيحه ننبه على الناس ان احنا اولا الموضوع بتاعنا الهدف النهارده ان احنا نحاول ندي المعلومات بشكل بسيط للناس كلها، ونحاول ان احنا يعني ناخد اي حاجه بشكل ونحاول ان احنا يعني we need to panic يعني او يعني ما فيش داعي ان احنا يبقى عندنا ذعر من الحاجات لو عرفنا ايه الحاجات اللي احنا المفروض ان احنا نعملها بشكل عام. فاحنا يعني هبتدي اولا يعني في حاجه وصلتني ناخد اي حاجه بشكل بعض المعلومات البسيطه يعني we need to panic اللي هي يعني او يعني ما فيش داعي ان احنا ممكن تهدي الناس شويه وتديهم حاجات لو عرفنا يركزوا في الوضع اللي هم فيه يعني الوضع اللي هم فيه. فاحنا اول حاجه بتقول اعزل نفسك يعني هبتدي اولا حول فيروس كورونا يعني فكل ما حاجه انا عرفته اصبحت وصلتني برضه احنا النهارده اي حاجه بعض المعلومات لا تبحث عنها الموت فهذه ليست مباراه لكره القدم كي تعرف النتيجه النهائيه تجنب ذلك، لان انت لما كل ما بقى تقعد تعرف في الارقام وبتاع والكلام ده كل ما الذعر هيزيد وكل ما الدنيا هتبوظ معاك، فاحسن ان انت ما تقعدش تفكر في الارقام وتقول ان انا يعني ايه يعني النهارده 7000 النهارده 8000 النهارده 10000 يو جانا ريتش ناثينج. لا تبحث عن معلومات اضافيه على الانترنت لانها ستضعف حالتك الذهنيه. وطبعا كميه الفتاوي اللي بتحصل دلوقتي على الانترنت وعلى السوشيال ميديا لا حصر لها يعني فعشان كده احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوصل المعلومه المظبوطه والموثقه بشكل كويس. تجنب ارسال رسائل مرعبه ومحبطه، اذ ان بعض الناس ليس لديهم نفس القوه الذهنيه اللي عندك. يعني لما واحد بقى يقعد يبعت رسائل ويقول اه يا نهار اسود ده مش عارف ايه ده الدنيا هتخرب ده الدنيا هتبوظ ومش عارف ايه الكلام ده كله، يعني يمكن انت تقدر تهاندل الكلام ده بس غيرك يمكن ما يقدرش يتحمل الكلام ده وهيتحول الموضوع بالنسبه له لذعر. فانت كده بدل ما بتساعدهم بتنشط عندهم الاكتئاب وبتنشط عندهم ان هم ما يقدروش يقاوموا اي حاجه لو جات لهم. وهو من الحاجات المعروفه جدا جدا في الموضوع ده اللي هو الحالة النفسية والحالة الذهنية بتساعد جدا في الشفاء من الفيروس ده لو حصل لا قدر الله لأي حد. حافظ على الانضباط في المنزل عن طريق غسل يديك بانتظام بالماء والصابون، والتنبيه بذلك على كل شخص يعيش معاك أو جاي يزورك. يعني موضوع النظافة وموضوع الغسيل بالإيد بانتظام بالماء والصابون ده حاجة طبعا دكتور مجدي هيكلمنا على التفاصيل دي. سيساعد مزاجك الإيجابي على حماية جهازك المناعي، حيث ثبت أن الأفكار السلبية تضعف جهازك المناعي وتجعله عاجزاً عن مقاومة الفيروسات. والأهم من كل ذلك أن تؤمن إيماناً راسخاً بأن هذا الوباء سوف يمر وسنكون جميعاً في أمان. أوكي؟ دي بس حبيت أحط مقدمة كده في الأول عشان نشوف الاتجاه اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة من ناحية من المعلومات الخاصة بالفيروس. ودلوقتي دكتور مجدي، اتفضل يا دكتور.
أشكركم جميعا على وقتكم اللي هتمضوه معايا، وأتمنى أن بعد الدقائق اللي هنمضيها مع بعض كل واحد مننا يطلع ببعض المعلومات. في الأول خالص أحب أتشكر لنيافة الأنبا يوسف لرعايته الطيبة للأبرشية والكنائس المختلفة والأنشطة الكبيرة اللي موجودة في كل كنيسة. أحب أشكر من أعماق قلبي أبونا يونان وأبونا جيمز على المجهود المستمر والتضحية المستمرة لرعاية الكنائس، وبشوف برضو أبانا الكهنة في الكنائس الثانية أبونا بشوي وجميع الأباء الكهنة معنا بيضحوا وبيشتغلوا الليل نهار عشان الناس تطمئن وعشان يكون في فرصة ليهم للصلاة، وبيضحوا بنفسهم من أجل الشعب. أشكرهم من أعماق قلبي وربنا يعوضهم كل خير ويديم كهنوتهم. أتقدم بالشكر خالص للأستاذ حبيب حنا والأستاذ جورج لويس لتعبهم والمجهود اللي عملوه والخدمة اللي عملوها، من غيرهم ما كانتش المحاضرة دي كان هتتم أبدا. الحقيقة الكلام على الكورونا فيروس، أحب أعرفكم على حقيقة مهمة خالص. إحنا بنتكلم النهاردة في جولاي the third 3 يوليو سنة 2020. كل يوم في معلومات جديدة، في حاجات بتتغير على الكورونا فيروس، لأن ده فيروس جديد ما كناش نعرفه قبل كده. هو الحقيقة كان فيه فيروس زيه قبل كده في مرحلتين مختلفتين بنسميهم SARS S-A-R-S، والتاني كنا بنسميه Mediterranean East or Middle East Respiratory Syndrome MERS. التلاتة دول الكورونا فيروس بتاع السنة دي والاتنين دول اللي فاتوا هما مجموعة من حاجة اسمها RNA virus. الفيروسات فيها نوعين، في نوع اسمه DNA وفي نوع اسمه RNA. DNA من التركيب بتاعه ما بيتغيرش، الـ RNA بيغير تركيبه. من أنواع الـ RNA الموجودة ومعروفة من زمان الكومن كولد اللي هو نزلة البرد، ده فيروس بيجي بيحصل واحد بيحصله شوية زكام بيعدي بعد يوم وخلص. من أنواع الـ RNA برضو الإنفلونزا. فالإنفلونزا والكورونا فيروس اللي احنا بنتعامل معها حاليا بيغيروا تركيبهم، والمعلومات بتاعتنا اللي احنا نعرفها النهاردة بتتغير كل يوم تقريبا. فالمعلومات دي هي أحدث معلومات نعرفها بتاريخ النهاردة. الكورونا فيروس ده أنا بسميه العدو الغير مرئي، احنا ما بنشوفهوش ولا حتى بالميكروسكوب العادي، ولكن وقف كل العالم على طرف صوابعه، هازز كل العالم، ما فيش دولة ما تهزتش منه وهو ما بيتشافش. فندل على شيء يدل على عظمة ربنا، ان لازلنا مهما تقدم العلم ربنا عنده قدرات غير التفكير بتاعنا خالص. الفيروس ده ابتدى الحقيقة في تشاينا في سوق بيبيع حيوانات حية، بيقولوا ان طلع من الحيوانات ابتدى للبني ادمين. فاول طريقة لنقل الفيروس ده بيطلع من الحيوان للبني ادمين. في بداية ما طلع في نوفمبر سنة 19 كانوا بيقولوا ما بتنقلش من الانسان للانسان، دي اول كلام طلع من الـ WHO اللي هي الـ World Health Organization، المفروض هي المنظمة العالمية اللي بتدينا المعلومات، شغلتهم ان يعرفوا لو في وباء ولا في حاجة يعرفونا فنتقيه. ففي الاول غلطوا وقالوا انه ما بيطلعش غير من الحيوان للبني ادم، وبعدين ابتدينا نلاحظ ان هو في الواقع انه بيتنقل من بني ادم لبني ادم، ولقينا ان الفيروس ده بيستمر عشان حجمه صغير جدا، لما الواحد يتكلم ويتكلم بصوت عالي بالاخص بيطلع مع الكلام الفيروسات، وممكن تستمر معلقه في الجو لفتره ساعات. ولكن في حاجه مهمه هنا عايزين نعرفها، ودي هتجاوب على اسئله كتيره بنقولها، ممكن الفيروس ده يسافر مسافة قد إيه في الهواء؟ بنعتبر إن أقصى مسافة بيسافرها الفيروس ده هي 6 قدم، يعني حوالي مترين. So لما if you speak loudly
and you have the virus in your mouth, the virus can come out with the air coming from the mouth and travel up to 6 feet, يعني مترين. الحاجة الثانية اللي نعرفها ليه إن الفيروس ده كانوا بيفكر إنه ممكن يعيش على الأماكن الصلبة. بيعيش قد إيه؟ بيعيش كم ساعة؟ بتختلف وبتتغير الحكاية دي من وقت لوقت. ولكن هنا الحقيقة اللي نعرفها إن الفيروس بيتنقل في أغلب الأحيان من إنسان لإنسان. الإنسان اللي يكون مريض أو بيكون حامل للمرض. مريض يعني عنده الأعراض بتاعت المرض اللي احنا هنتكلم عنها في دقيقة واحدة دلوقتي. حامل لأعراض المرض وما عندوش المرض، وده بتمثل الغالبية حوالي 80%. يعني بيكون عنده الفيروس موجود في جسمه ومطلع ممكن مع الكلام ومع الشهيق ومع القحة ومع العطس، مع أي بيطلع هواء بقوة من الداخل، ولكن ما عندوش أي أعراض، وده اللي بيسبب الانتشار الأكتر. الحاجة الثانية اللي حب نعرفها عن انتشار الفيروس إن في الكمامات أو الماسكس اللي احنا بنستخدمها فيها أنواع كتيرة خالص. في أنواع منها اللي هو القماش اللي بتجيب حاجة تغطي بيها وشك، وفي أنواع اللي هي طبية ودي الفتحات بتاعتها دقيقة جدا وبتنقي الهواء. ولكن الإحصائيات أو الدراسات بتبين إن حتى الماسك اللي هي القماش العادية لما بتعمل من طبقتين أو ثلاثة بتمنع جزء كبير من الفيروس إن يطلع من الواحد. طيب إيه هي الأعراض بتاعت الفيروس ده؟ لو تتعب عايزين سلايد نمرة واحد. الأعراض بتاعت الفيروس ده بتبتدي من الأعراض دي. أول حاجة إحنا هنقولهم بالترتيب حسب إيه اللي بيحصل أكتر فاللي بيحصل أقل. أكتر حاجة بتحصل هي الحرارة الفيفر، والفيفر إحنا بنقول الكات أوف بتاعت الفيفر، يعني بنقول الإنسان ده عنده سخونة أو عنده ارتفاع في الحرارة اللي بنسميها فيفر. لو كانت حرارته 100.4 فهرنهايت. تاني حاجة خش على النكست سلايد، أول سلايد يا جورج. تاني حاجة هي الكحة. الكحة بتاعت الفيروس ده كحة غريبة جدا، بتحصل بألم والواحد يكح مفيش حاجة طالعة، مفيش بلغم، ولكن يحصل ألم في الصدر وفي العضلات شديد مع الكحة. فبالتالي لما الفيروس ده بيأثر على الرئة بيبتدي الواحد يبقى عنده صعوبة في التنفس، ولما يحصل صعوبة في التنفس بتقلل نسبة الأكسجين. فإحنا من الحاجات اللي إحنا بنستخدمها عشان نعرف العيان ده إلى أي مدى درجة المرض عنده بنبص للحرارة وبنبص على نسبة الأكسجين اللي هي موجودة في الدم. عادة الإنسان الطبيعي العادي الأكسجين بتاعه بيبقى 98%، 99%، 97%. لما بيقل عن 95% بننشغل. ولكن لو واحد عنده مثلا حساسية في الرئتين، أو واحد عنده what we call COPD اللي هي chronic obstructive disease of the lung اللي هو من أثر التدخين لفترة طويلة، فبالتالي الأكسجين بتاعه بيبقى أقل to start with في البداية من الأصل. الأكسجين بتاعه 93 أو 94. لو خد الكورونا فيروس هينزل. الكات اوف اللي عندنا عشان ندي للواحد أكسجين لازم يكون الأكسجين بتاعه أقل من 88 لو عنده كرونيك بروبلم، يعني حاجة مزمنة. ولكن مع الكورونا فيروس لأنها بتأثر على الرئة وبتاكل في الرئة نفسها، فلو إن الأكسجين نزل عن 94 احنا بنحب باستمرار ندي الاكسجين. الحاجة الثانية برضو الانسان يحس this is slide number 2. Can we see slide number 1 please؟
الحاجة اللي هي هي زي ما شايفين هنا كده. أول حاجة كانت السخونة، الحرارة لازم تبقى الحرارة بنعتبرها أزيد من 100.4، والكحة، والكحة بتاعتها نظامها صعب، وبعدين صعوبة التنفس أو ضيق التنفس أو الديسنيا بالإنجليزي. ولازم نقارن، يعني لو واحد عنده أساساً زي ما بقول لكم COPD ونفسه طبيعي مكروش وسريع، ما قولش إنه عنده كرش نفس عشان عنده كورونا النهاردة، هو كده من الأول. لكن لو زادت الحكاية ونفسه بقى مكروش أكتر نهتم. في حاجة تاني موجودة الحكية اللي هي الرعشة، ويحس إنه هو بردان وما يكونش برد، لكن يحس إنه بردان وبيترعش. برضو بتصاحب الحكاية هي صداع أحياناً، وأحياناً بيحصل رشح من الكبير، وأحياناً تانية بيحصل حاجة نسميها أنوسميا. أنوسميا يعني ما بيشمش، أو أجنوسيا معناها ما بيستطعمش، يعني الحاسة بتاعت الشم والحاسة بتاعت التذوق بتضيع. أحياناً بيحصل التهاب في الزور، ويحصل آلام شديدة جداً في العضلات. برضو في ناس بتبقى الحالة بتاعتهم أول حاجة بتظهر فيها إنه عنده غثيان وقيل أو إسهال، وبيحصل عنده تعب شديد، بيبقى زي ما أقولك أنا زي ما يكون واحد ضربني ضرب شديد وجسمي مكسر وصداع ومش قادر أخد نفسي وبيكح بيتألم ومش قادر أبلع من زوري اللي وجعني، وبيبقى confused يعني متلخبط مش عارف الدنيا فيها إيه، ويقول لي ألم في صدري ده بسبب الكحة. ولكن الأعراض الأساسية اللي هي بتحصل بكثرة هي السخونة والكحة وصعوبة التنفس، ودول الحاجات الأساسية اللي دايما بنسأل عنها. يعني في ثلاث حاجات مهمين أخد بالي منهم، لو واحد عنده الحاجات دي أهتم: سخونة، كحة، صعوبة في التنفس. وسخونة معناها الحرارة أزيد من 104.4. في حاجات تانية أنا عايز كنت أنبه ليها، السلايد نمبر 2 بليز. إحنا كلنا معرضين للفيروس ده، كلنا معرضين للفيروس ده. هل في ناس نخاف عليهم أكتر من ناس تاني؟ هل الفيروس ده بيجي بقوة وبعنف وبيؤدي إلى مرض أشد في بعض الناس عن الناس التانيين؟ أو بنسميهم إحنا اللي هم high risk، high risk patient، high risk people، يعني أنا عايز أحافظ عليهم أكتر ما يمكن، لأن هم لو جالهم المرض بيجي عنيف وبيؤدي أحياناً للوفاة. الحاجات دي أول حاجة فيها السن، إن يكون سنه أزيد من 65 سنة. يعني الناس اللي سنهم أزيد من 65 سنة وعايشين في nursing home أو في retirement home أو في assisted living home، دول ناس أكتر ناس معرضين إن يجيلهم المرض شديد ونسبة الوفاة بتاعتهم عالية. المجموعة الثانية اللي هم عندهم حاجة اسمها immunocompromisation، يعني المناعة بتاعتهم ضعيفة. إزاي المناعة تكون ضعيفة؟ المناعة الطبيعية في الإنسان، الإنسان بيتولد وبيكتسب مناعة طوال عمره، وفي مناعة بيتولد بيها، ففي مناعة طبيعية وفي مناعة مكتسبة. الناس اللي هم عندهم heart transplant، مغيرين القلب أو مغير الكلية اللي هو organ transplant أو مغير الليفر، دول بياخدوا immunosuppressive medication، بياخدوا أدوية عشان تقلل الإميونيتي عشان الجسم ما يطردش الأورجان ده، ما يطردش العضو ده اللي احنا حاطينه. فالناس دي طبيعي المقاومة بتاعتها للمرض ضعيفة، فبالتالي لو خد الكورونا فيروس هتبقى حالته أوحش. في ناس اللي هي اللي عندهم HIV أو AIDS، Acquired Immunodeficiency Disease، اللي هي الايدز والHIV والناس اللي بتاخد كورتيزون فترات طويلة، والناس اللي بتاخد كيموثيرابي عشان السرطانات، والناس اللي بتاخد علاج عشان يضعف المناعة لأن عندهم روماتويد أرثرايتس أو عندهم لوبس
او عندهم الامراض اللي زي كده اللي احنا بندي ادويه تقلل المناعه. في نوع تاني الاورجنز بتاعتهم اساسا ضعيفه، يعني ممكن واحد يكون صغير في السن شويه ولكن رئتين بتاعته وحشه، عنده ازمه، او مثلا عنده لونج ديزيز، عنده سيستيك فايبروزيس which we don't have too many in the Egyptian community. It's rarely in the Egyptian community. It's mainly in some European descent. واحد يكون عنده تليف في الرئتين اللي هو lung fibrosis. الحاجات الثانية لو واحد عنده ضغط، ارتفاع في الضغط، عنده أمراض في القلب، عنده coronary artery disease اللي هو الشريان التاجي. لو ناس عندهم تضخم obesity يعني وزنهم زيادة خالص، لو واحد عنده سكر، لو واحد عنده فشل كلوي او الكلية ضعيفة وبيعمل دياليسيز او بياخد علاج عشان الكلية، لو واحد عنده ستروك قبل كده اللي هو الشلل النصفي، او لو واحد عنده ديمينشيا فقدان للذاكرة. حتى لو كان الانسان ده صغير في السن، ديمينشيا لوحديها فقدان الذاكرة لوحديه بيعتبر ريسك فاكتور وبيؤدي الى ممكن المرض يكون شديد. لو واحد بيدخن، لو واحد عنده سيكل سيل ديزيز، ما عندناش احنا في المصريين، ده بيحصل اكتر في الناس الافريكان امريكان او الناس اللي هم من افريقيا اللي جسمهم غامق، لكن احنا عندنا في المصريين اللي هي الثلاسيميا اللي هي كرات الدم الحمراء اللي هي صغيره شويه، ولو هي ثلاسيميا ميجر بتبقى ريسك فاكتور. الحاجه الثانيه الحمل، الحمل في حد ذاته بنسميه بيقلل المناعة، فبيخلي الواحد يبقى في خوف أكتر، وبالأخص لأن إحنا بنتعامل مع اثنين مش مع واحد، مع الست نفسها المدر ومع البيبي اللي هو جاي ومع الأب كمان اللي هيشيل الهم بعد كده. طيب أنا أحب دلوقتي بعد ما قلت لكم الأعراض دي، أنا عايز أشوف سلايد نمرة 3 عشان أوريكم. لو واحد طفل إحنا بنقول الضيق في التنفس، نعرف إزاي الضيق في التنفس؟ لو واحد مش بيتكلم معي، نمرة 3 اللي قبليها لو تفهم ماشي ناخد دي. أوكي ناخد دي، اتكلمنا قلنا إن المرض ده بيأثر على الرئة وبيعمل نيمونيا أو التهاب رئوي. يعني إيه نيمونيا؟ يعني إيه التهاب رئوي؟ إحنا زي ما شايفين هنا كده في الصورة، ده واحد بيكح، وشايفين احنا الجهاز التنفسي بتاعه، شايفين القصبة الهوائية والبرونكيولز اللي هي الشعب الهوائية والرئتين. الرئة الطبيعية الصحيحة اللي هي صحتها كويسة بتكون زي السفنج، بتقدر تنكمش وتمتد، تنكمش وتمتد عشان تتميلي بالهواء وتفضي عشان نغير الأكسجين اللي في الجسم. التهاب الرئوي الفيروس بيعمل مشكله كبيره، هجيب لكم سيرتها بعد دقيقتين ثلاثه بعد شويه، بيؤدي الى زياده في التجلط في الدم. سو وات، ايه اللي يشغلني؟ اوه ده موضوع خطير. لو الدم اتجلط في الرئتين، في حتت في الرئتين، ده هيؤدي الى عدم وصول دم للانسجه بتاعت الرئتين، ده معناه ان الانسجه دي هتموت. طب ولو نسيج مات هيتحول للحالة دي، شايف انت اللي على الجنب دي، بدل ما في حويصلات هوائية زي اللي فوق كده ونظيفة وحلوة وحمرة ومليانة دم ويدخل الهواء اللي فيه الكربون دايكسايد، يطلع منها هواء نظيف، يدخل الهواء اللي فيه أكسجين، ناخد الأكسجين ونطلع الكربون دايكسايد، فبالتالي ناخد الأكسجين في الدم ونوديه الأجزاء المختلفة في الجسم، تبص تلاقيها بقت زي اللي تحتيها كده، عبارة عن وعاء فيه صديد. اللعاب اللي احنا البلغم اللي احنا بنطلعه او السبيوتم اللي احنا بنطلعه ده مع الكحه، ده عباره عن خلايا ميته وعباره عن افرازات. وللاسف ان الرئتين الجزء اللي بيحصل فيه يبوظ ما بيطلعش غيره، ولكن ربنا كبير دايما حاطط عندنا احتياطي كبير في الاعضاء بتاعتنا، فالواحد ممكن يتشال منه رئه كامله ويعيش طبيعي.
يعني حتى لو في اجزاء بتتاثر من النمونيا وبتبوظ وبيحصل بدلها فيبروز او تليفات بعد ما بيخف الالتهاب الحاد، برضو الانسان ممكن يعيش عيشه طبيعيه. طيب لما الواحد يكون عنده الاكسجين قليل، لو هو كبير يقول لك انا مش قادر اتنفس، الدخل مفيش هواء داخل، وتبص عليه تلاقيه زرق شويه وتلاقيه تعبان، بنقولها بالانجليزي he is using the accessory muscles، يعني بيستخدم العضلات المساعده للتنفس، للعضلات اللي فوق هنا في الصدر والعضلات اللي تحت والحجاب الحاجز، وينفخ البطن وينزلها فتؤدي الى الرئه تنتفخ وتفش. طب لو هو طفل صغير هيعمل ازاي؟ هيقول لنا ايه؟ ادينا السلايد الثانيه بليز. سي احنا هنا بنشوف طفل طبيعي، طفل عادي ملامح وشه طبيعيه ما فيهوش اي مشاكل. وبص على الطفلين التانيين، بص بيستخدم العضلات بتاعه اللي بين الضلوع تدخل وتطلع، بيستخدم العضلات بتاعه البطن، شوف وشه زعلان تعبان مش قادر ياخد نفسه. دي الصوره اللي احنا مش عايزين نشوفها. لو عندك طفل وصل للمرحله دي احنا في خطوره، وتطلع بسرعه على الامرجنسي روم، ما تستناش، ده عايز اكسجين فورا. اوكي طيب احنا اتكلمنا عن الاعراض، اتكلمنا عن العدوى بتحصل ازاي. طيب دلوقتي هل في اختبار للكورونا فيروس ولا مفيش؟ يا ترى انا مطلوب مني ان اعمل اختبار ولا ما اعملش؟ يا ترى الاختبار ده مفيد ولا مضر ولا ملهوش لازمه؟ احنا عندنا ثلاث انواع من الاختبارات. في اختبار حساس زياده وكويس وبيدي نتيجه كويسه لما بيتعمل، اللي هما بنسميه RT-CRP، يعني بناخد العينه من الرئتين. غالبا بنعمل التحليل ده لما بناخد العينه من الرئتين للعيان اللي هو في المستشفى، والعيان ده اللي في المستشفى بالميكروسكوب بالبرونكوسكوب بندخل جوه وناخد عينه من الرئه من جوه، وبنعمل تحليل دقيق وده سنسيتيف، وبيعرفنا ان العيان ده عنده ولا ما عندوش، لان بيحدد الفيروس بالظبط. في تحليل تاني برضو بناخد عينه من المناخير او من الماوس، وبنعمل له تحليل بيطلع على طول في ساعتها، ثم هنا دلوقتي بيقول لك تعالى بعد يومين او ثلاثه لان كميه كبيره من الناس، وبنودي العينات دي في مكان سنترال وبتتحلل، وبعدين بنقول للناس. السواب ده اللي احنا بنعمله في الفم وفي المناخير الدقه بتاعته 80%، الاكيرسي بتاعته 80%. يعني ايه؟ يعني كل 10 انفار عندهم الفيروس 8 هيطلع عندهم الفيروس. طب والباقيين؟ هيقول لك لا ما عندهمش. لا طب نعرفهم ازاي؟ نتعامل معاهم ازاي؟ التحليل ده مش 100%، ده 80%. وبعدين الانسان ده انت قلت له انت ما عندكش الفيروس، لكن هو عنده الفيروس، هيطلع من عندك هيعمل ايه؟ هيقعد الباقيين. في تحليل تاني اللي هو الانتي بوديز. الانتي بوديز السيرولوجي الانتي بوديز معناها انك انت لما الواحد بياخد العدوى بعديها بحوالي اسبوعين او كده الجسم بيقاوم وبينتصر على الفيروس، فالجسم بيطلع انتي بوديز اجسام مضاده. الفيروس ده العدو، والجسم بتاعنا بيطلع القوات بتاعته ويطلع العساكر بتاعته اللي هي الانتي بوديز to kill this virus. الانتي بوديز دي الاجسام المضاده اللي هو الجيش اللي بيطلعه الجسم اللي هو المناعه المكتسبه بتستمر في الدم. لذلك احنا بناخد من الناس اللي خفوا البلازما عشان نديها للناس المرضى بحاله شديده عشان يخفوا، وده احسن علاج موجود حاليا. طب بالنسبه للتيست، هل اعمل تيست ولا ما اعملش؟ ايه الفايده اللي هاخدها بعد ما اعمل التيست؟ طب هل العيان لما بيجي لي انا في الاوفيس
وانا عايز اعرف هل ده عنده كورونا فيروس ولا ما عندوش كورونا فيروس، هعمل له تيست واستنى 5 ايام ما ادلوش اي حاجه؟ طبعا مش ده الواقع. الواقع ان احنا زي الفلو بالظبط، زي الانفلونزا بالظبط، بعد ما يحصل بعد الموسم بتاع الفلو اللي هو بيكون من سبتمبر لغايه مارس بيبقى عندنا الفلو. الفلو احيانا بيجي صعب واحيانا بيجي سهل، بيعتمد على التركيب بتاع الفلو اتغير قد ايه. فبعد ما بيحصل الحالات بنشوفها في الكوميونتي وبيجينا العيانين ونعمل لهم تحاليل وتحاليل دقيقه وباستمرار، وبنأكد ان في حالات انفلونزا في المنطقه وفي المكان اللي احنا فيه. العيان اللي يروح للدكتور وعنده الاعراض والهيستوري اللي هي بتاعه الانفلونزا بنقول عليه فلو لايك ايلنس حسب تعليمات السي دي سي اللي هو سنتر فور ديزيز كنترول، وحسب تعليمات سي ام اللي هو سنتر فور ميديكير اند ميديكيد. يعني مش مطلوب ان انا اعمل التست لكل واحد، مطلوب ان انا لو واحد عنده الاعراض، لان احنا عندنا دلوقتي ناس كتير عندهم الاعراض، لو ناس عندهم الاعراض وانا عارف ان في كتير عندهم المرض في الكوميونتي يبقى انا بعتبره عنده المرض او مشكوك في انه عنده الامر suspected كورونا فيروس انفكشن، وابتدي اتعامل معاه على انه كورونا فيروس انفكشن. على اساس كده انا بديله فرصه احسن ان هو يتحسن، بديله فرصه اكبر ان هو ما يعديش حد تاني، ما استناش لغايه لما يجي لي النتيجه. وما ينفعش ان انا اعمل له الانتي بودز، لان الانتي بودز دي مش هتفيدني بحاجه، دي بتحصل بعد ما يخف. فخلاصه الكلام بالنسبه للتيست، التيست 80% ايجابي صح، والانتي بودز بتحصل بعد ما الواحد يخف، ففايدتها ان انا اعرف ان انا خدت المرض قبل كده ولا لا، عندي مناعه ولا لا. والار تي بي سي ار اللي هو التحليل المظبوط برضو بياخد وقت، بس بنحتاج ان احنا نجيب عينه من داخل الرئه. الحقيقه اللي حصل، اتفضل دكتور بعد اذنك، هل في تحليل الدم يثبت الفيروس ولا لا؟ لا، الفيروس ما بيدخلش للدم، الفيروس في الجهاز التنفسي. الفيروس بيعمل، الجسم بيعمل اجسام مضاده، في حاجه اسمها الفيرال لود، بس هو لغايه دلوقتي مش بنعمله فيرال لود في الكورونا فيروس، بنعمل الفيرال لود في امراض تانية زي الهيباتيتس سي والهيباتيتس بي والاتش اي في، بنعمل الفيرال لود لان دي امراض مزمنه. لكن الكورونا فيروس لغايه دلوقتي احنا بنعملهم الريسبيراتوري تراكت سامبلز، البلاد اونلي للانتي بوديز حاليا. من الجائز ان يطلع بعد كده في ابحاث وتعمل الفيرال لود، لكن المعلومات اللي احنا نعرفها حاليا ما بنعملش الفيرال لود. الحاجه الثانيه اللي احنا عايزين نعرفها، ليه نعمل التست؟ التست مفروض ان يتعمل في بعض الحالات مهمه، لو انسان بيشتغل معرض لناس تانيين وعشان يرجع لشغله عايزين نضمن ضمان ان الناس اللي حواليه ما يتعدوش، بنخليه يعمل التحليل وبناخد منه تحليل مرتين، مره وبعدها بيوم نعمل مره ثانيه، والاثنين لازم يكونوا سلبي. الحاجه الثانيه بالنسبه للتحليل، الفولس نيجاتيف اللي بيحصل، لان احنا بنحط سواب في المناخير ودلوقتي طالع التحليل اللي هو ممكن تعمله في السي في اس او وال جرين او كلام زي كده، بيدوا لك الباكت وبتاخد البروب وبتحطه في المناخير انت بنفسك. فطبعا الواحد لما يحط بروب في مناخيره ما بيبقاش قاسي على نفسه ويدخل للاخر وياخد عينه مظبوط، يا دوب بيدخله بسيط كده، فالعينه بتبقى مش اكيده يعني. يعني الافضل لو انا بعمل الاختبار ده يا دكتور ان انا ادخل السواب ده على قد ما اقدر جوه خالص في المناخير، حتى لو اقصى شوي يعني اقصى شوي على نفسي يعني. It's called nasopharyngeal، معناها يدخل للاخر خالص 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 لغايه لما يوصل لاخر الفانكس من جوه. لو دكتور بيعمل او تكنيشن بيعمل او واحد متخصص بيدخل البروب لجوه مش من بره. وطبعا الموضوع ده مزعج جدا يعني، عشان كده الناس
ما افتكرش ان الناس تقدر تعملها بنفسها يعني. يا انا عشان كده بقول لك ده سبب من اسباب ان هو ضعيف. هحب اكلم انا دلوقتي على انواع الكورونا فيروس. لما الواحد ياخد العدوى هل كل الناس بتجيلهم الاعراض اللي انا قلتها دي؟ لا، الغالبيه بيبقى حاجه اسمها سب كلينيكال كارير، عنده الفيروس وما بيعودوش عنده اي اعراض خالص، وبعدها بشويه بيبقى عنده المناعه وتمام التمام. ده غالبيه الناس، الغالبيه يعني بنقول يمكن حوالي 80% من الحالات. في نسبه اعلى سنه من الغالبيه، يعني نسبه قليله خالص بتبقى عندهم النسبه اللي بعد كده، يعني اللي هي عندهم مايلد كيس، يعني بيحصل لهم السخونه، بيحصل لهم شويه كحه وسم راني نوز لمده يوم يومين ويبتدي يتحسن، يبقى جسم واجعه شويه، يكح النهارده ويبطل بكره. المده بتاعت الكورونا فيروس معروفه ان هي حوالي اسبوعين في اغلب الناس، لكن ممكن تستمر لاسابيع وممكن تاخد شهور مع الناس اللي عندهم كوموربيديتي، اللي هي اللي عندهم هاي ريسك، اللي هم زي ما قلنا عليهم، يعني واحد عنده سي اف دي، واحد عنده مرض في القلب، واحد عنده السكر، واحد عنده سرطان وبياخد الكورونا فيروس وبيتحط على فنتليتور، ده ممكن ياخد شهور عشان يتحسن. فمن اسبوعين لثلاث اسابيع ده اغلب الحالات، الغالبيه العظمى مفيش حاجه خالص، نسبه قليله بعد كده اللي هي من اسبوعين لثلاث اسابيع، نسبه اكبر شويه اللي هم بنسميهم النسبه البسيطه دي اللي هم بيتعالج بره في البيت، ممكن ما ياخدش حاجه خالص. النسبه الاعلى شويه اللي هو ممكن نضطر ان احنا نحطه في المستشفى، اللي هو بيبقى الحراره مستمره معاه لمده يومين ثلاثه مش راضيه تنزل، بيبقى الكحه بتزيد ويبتدي يحصل له نيمونيا في الرئه، يبتدي الاكسجين يقل. دول محتاجين انهم يدخلوا المستشفى عشان بياخدوا اكسجين، وبنبقى بنراقب الاكسجين بتاعهم بدقه عشان ما يحصلوش لو اكسجين ساتوريشن، الاكسجين يقل خالص، فده يؤدي الى ان المخ ما يوصلوش اكسجين كفايه ويدخل في متاهات ويبقى كونفيوزد ومتلخبط ويبقى حاله مش كويسه. في حالات قليله جدا 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 اللي هم بنسميهم سيفير انفكشن. سيفير انفكشن يعني بيضطر ان احنا ندخله في الاي سي يو. في الاي سي يو في نوعين، نوع محتاج ان انا قبل ما ادخل في الاي سي يو انا عايز اقول حاجه بسيطه خالص. في المستشفيات ايه الفرق بين الاي سي يو وبين العيان الثاني اللي في الام اي سي يو والعيان اللي هو في الريجولار فلور؟ يعني الانتنسيف كير يونت، انترميديت كير يونت، وبعدين ريجولار فلور. اللي في الانتنسيف كير يونت ده باجهزه كتيره موجوده حواليه، ونسبه الممرضه للعيان بتكون واحد لواحد او واحد لاثنين، يعني الممرضه ما تقدرش تاخد تهتم باذى عيان واحد او بالكثير اثنين عيانين. في الاي ام يو اللي هي الانترميديت كير يونت الممرضه تاخد ثلاثه لاربعه عيانين، في الفلور بتاخد خمسه لسته عيانين. يعني اللي انا عايز اقوله ان الفرق ما بين الاي سي يو والانترميديت كير يونت والفلور هو الريشيو، النسبه بين التمريض والعيان. في الاي سي يو اللي هي بنقول ان هي الريشيو بتاعتها انتنسيف، يعني في ناس مستمره قدامك على طول بتاخد بالها منك واجهزه متركبه، بنلاحظ الاكسجين بالانتظام، بنلاحظ ضربات القلب، بنلاحظ كل حاجه. الغالبيه بيكون في الانتنسيف كير يونت من غير انتوبيشن، من غير ما نحط على فنتليتور. ادي لك مثال حاصل امبارح. امبارح المستشفى اللي انا بشتغل فيها بعتالي الاحصائيه بتاعتهم ان احنا عندنا حوالي 25 عيان كورونا فيروس. العدد المرضى بالكامل في المستشفى كان 132، 25 منهم عندهم كورونا فيروس، كان عندنا سبعه في الاي سي يو، عندنا واحد على فنتليتور. نقول تاني، عندنا حاجه 130 وشويه مرضى، 25 فقط منهم كورونا، يبقى احنا مش محصلين حتى الخمس. تمام. من ال 25 دول
18 في الفلور والاي ام يو يعني ستيبل، يعني حالته مستقره، بس عايزين عنايه، عايزين اكسجين، عايزين ادويه ثابته بانتظام. 7 في الاي سي يو، دول حالتهم كريتيكال او خطيره وبتحتاج لتمريض دقيق. 1 فقط على فنتليتور. ما معنى هذا الكلام؟ ان احنا ما احناش في خطوره، ده فيروس هيجي وهيختفي، بياخد فترته بيعدي، بعد ما غالبيه الناس تاخد مناعه هينتهي. المستشفى مليانه لانها مليانه بحاجات تاني مش بس للكورونا. ننقل بعد كده على حاجه تاني اللي هي ازاي نقي نفسنا من الكورونا فيروس، كيف نتفادى الكورونا فيروس. اولا زي ما ابتديت من الاول، المعلومات اللي عندنا حاليا هي المعلومات في 3 يوليو سنه 20. احتمال كبير جدا بعد اسبوعين 3 شهر شهرين، ربنا يدبر الامور وتكون اقل من كده، من الجاز يكون عندنا علاج للكورونا فيروس. احنا عندنا ما عندناش علاج للكورونا فيروس، ما عندناش دواء يقتل الكورونا فيروس. الفلو فيروس الانفلونزا عندنا ادويه بتموت الفيروس. الكورونا فيروس ما عنديش دواء اديه لحد مؤكد 100% ان انا لما اديله الدواء ده الكورونا فيروس هتموت. الحاجه الوحيده اللي احنا متاكدين منها حاليا ان الناس اللي خدت الكورونا فيروس وخفت وصحتها كويسه، لو خدنا البلازما منها اللي فيها الاجسام المضاده الانتي بوديز، لما نحقنهم في حد مريض شديد بمرض شديد من الكورونا فيروس بيتحسن. بس ده مش دواء، ده نقلت له الاجسام المضاده بتاعت واحد تاني. هل بنقلها يا دكتور لواحد من اللي موجودين على الفلور، ولا الواحد من اللي موجودين على الفنتليتور، ولا بنقلها لحد اللي هم غالبا بيدوها للناس اللي على فنتليتور. بنختار المرضى اللي هم اشد مرضا وبنحاول ننقذهم، بالناس اللي عندهم لو اكسجين، الناس اللي عندهم صعوبه في انهم يقاوموا المرض. هو وصل للفنتليتور لان عنده مشاكل صحيه اصلا، ووصل لكده لان المرض شديد عنده، وعنده التجلطات في الدم اللي هي بتعمل مشاكل رئيسيه. طيب ازاي ان انا اتقي المرض ده؟ انا هقول لكم عن العلاج بعد شويه، اتكلم عن العلاج، بس خليني اتكلم عن الوقايه في الاول. في حاجات اساسيه الواحد بيعملها عشان يتقي شر العدو الخفي. انا عندي عدو انا مش شايفه، لكن بتوقعه موجود في اماكن معينه، وعرفت ان هو ممكن يتنقل عليا في مسافه 6 قدم. طيب ايه اول حاجه اعملها؟ ابعد 6 قدم عن المصادر اللي ممكن يكون فيها العدو الخفي، اللي هي بنسميها سوشيال ديستانسينج، يعني تاخد مسافه اللي هي حوالي 2 متر بينك وبين اي حد تاني بيتكلم بصوت عالي وما عندوش ماسك وبيكح وبيعطس وبيطلع الفيروس في الهواء. فاول حاجه بنقولها اللي هي سوشيال ديستانسينج، عشان ما اديش فرصه للفيروس ده ان يجي عندي. تاني حاجه لازم اعملها ان انا البس ماسك، احط ماسك، احط حاجه على مناخيري وبقي عشان لما اتكلم ولا اتكلم بصوت عالي او اكح او اعطس، لو انا عندي الفيروس ما يروحش لغيري. بمعنى معلش انا اسف، هل معنى كده ان هو الماسك عشان اللي عنده الفيروس ما ينقلوش للي قدامه، ولا كمان اللي لابس الماسك هو ما عندوش الفيروس؟ انا بكمل اوكي. الماسك ده زي ما قلت من البدايه نوعين، نوع طبي، والطبي فيه انواع مختلفه، ونوع احنا ممكن نعمله في البيت او نشتريه بره. الماسك ده بيمنع ان اللعاب او البقايا بتاعت الفيروس اللي هي بتطير في الهواء تطلع. الفيروسات دي لو طلعت راحت في الهواء هتروح لواحد تاني.
هتروح ازاي؟ هتوصل لعينيه لبقه لمناخيره. لو انا حاطط حاجه على مناخيره وعلى بقي والحاجه دي فتحاتها ضيقه جدا والحاجه دي اللي حاطينها اكتر من ريق من لير اكتر من طبقه، فبالتالي فرصه ان الفيروس ده ينط من واحد يجي لي انا اقل بكتير. فالماسك اللي انا بحطها دي بتحمي الاخرين وبتحميني انا، بتحمي الاخرين وبتحميني انا. فاول حاجه بنعملها في لبس الماسك دي، طالما انك انت في مكان عام وحاليا صدر امر من الجوفرنر بتاع تكساس ان اتس مانداتوري ان الواحد يلبس الماسك في مكان عام، واللي مش هيلبس ماسك هيدوا له غرامات. في الاول هيلفتوا نظره فيربال وارنينج وبعد كده هيدفع غرامه. لكن انا ما بيهمنيش الغرامه ولا الفيربال وارنينج، انا بهتم بحاجه تاني، انا بهتم بيك، بهتم بصحتك، بهتم انك انت ما تعياش، بهتم انك انت ما تنعزلش في البيت 14 يوم عشان انك عيان، بهتم انك انت ما تخسرش شغلك، بهتم بصحتك اساسا. فالماسك عشانك انت وعشان الاخرين. الحاجه اللي بعد كده، احنا قلنا ان الميكروب ده الفيروس ده بيدخل عن طريق العين، عن طريق الماوس، عن طريق المناخير. طيب وقلنا ان في ناس بتعتقد انه ممكن يعيش على الاسطح بتاع الحاجات اللي هي مياش حيه. الاسطح يعني على ترابيزه، على في الجروسري ستور، على العربيه اللي بنحط فيها الاكل، على الاكل نفسه اللي في الجروسري ستور، البروديوس، الفاكهه اللي بنشتريها ولا الخضار، ممكن تعيش عليها. في ابحاث مختلفه بتقول يعيش 3 ساعات، يعيش ازيد اقل، ولكن باختصار شديد ممكن يكون موجود. فاسهل حاجه اعمل ايه؟ ابعد عن العدو الخفي، ما تلمسش الخضروات والفاكهه وتدعك في عينيك، ما تعملش زي ما كنا بنعمل زمان واشوف هل العنب ده حلو ولا مش كويس فاخد واحده اروح واكلها وانا هناك. ما ينفعش، لازم نحافظ ما نلمسش حاجه ونلمس الانف او المناخير. في حاجه مهمه خالص خالص هنقولها دلوقتي وعايزين نشوف السلايد نمره 5 عشانها. كل المبيدات اللي احنا بنستخدمها والسانيتايزرز نحب نقول عليها حاجه بسيطه. اي سانيتايزر تشتريه لو لقيت نسبه الكحول فيه اقل من 70% ده مش هيموت الفيروس ولا البكتيريا. ان لقيت الكحول فيه 60% ده بس هيريحك نفسيا مش هينظف حاجه. فبالتالي لقيوا اكتر حاجه بتموت الفيروس ده حاجه كلنا موجوده عندنا في كل البيوت وحاجه مفروض ان احنا بنعملها طبيعي، اللي هي تغسل ايدك بميه وصابون لمده 20 ثانيه وتشطفهم وتنشفهم بورق تويلت بيبر اللي بتنشف بيه الورق البيبر تاول اللي بتنشف بيه وترميه 20 ثانية. لازم الصابون يجي على الايد ويغسل كويس وبالتالي ينظف الايد. فأهم حاجة قبل ما نبتدي ناكل وقبل ما نبتدي نلمس بقنا أو المناخير غسيل الايد بمية وصابون لمدة 20 ثانية. بالطبع برضو هتيجي أسئلة وهتحبوا تسألوا كتير عن حاجات زي نعمل الجروسري ستور وازاي نتاكد ان احنا سيف واحنا بنشتري جروسر ستور والكلام ده. الحكايه بسيطه جدا، الحكايه انك انت لما تشتري الجروسر ستور تشتري الحاجات بتاعتك تاخدهم تروح بيتك تغسلهم عادي زي ما بتغسل خضار باستمرار من قبل كده وتنشفهم كويس وتشيلهم وبتغسل ايديك ميه وصابون 20 ثانيه قبل ما تستخدم اي حاجه. ايه العلاج بتاع الكورونا فيروس؟ انا قلت من دقيقتين ثلاثة مفيش علاج قوي مانع يمنع الكورونا فيروس او يقتل الكورونا فيروس، لكن في حاجات احنا عارفينها في الطب ان هي بتساعد الانسان وبتقوي المقاومة. اول حاجة بنعملها زي ما قلنا ان احنا نمنع حدوث الكورونا فيروس، ولو حصلت في اول حاجة سخونة
معروف طبيا ان الواحد لما يكون عنده سخونه بيفقد سوائل كتير، فيبقى لازم نشرب سوائل كتير، لازم ناخد مسكن للحراره ومسكن للالم اللي في الجسم، بناخد احيانا دواء عشان يخلي الكحه اهدى. اللي احنا قلنا ان الفيروس ده بيعمل تجلطات في الاوعيه الدمويه، فاحنا احيانا بندي اسبرين، بيبي اسبرين اذا ما كانش في مانع ان الواحد ياخد بيبي اسبرين. زنك 50 ميلي جرام يوميا بيقوي المناعه. فيتامين سي 1 جرام كل يوم، 1000 ميلي جرام كل يوم بيزود المناعه. ولو الواحد عنده فقدان في الشم وفي التيست بنشجع ان هو ياخد فيتامين بي 1 اند بي 12 عشان ينشط الاعصاب ويحسن الموضوع. ولكن اطمنكم ان نسبه الشفاء عاليه جدا جدا ونسبه الوفيات بسيطه. ولو احنا anxious او نحب نعرف اكتر وinterested اكتر، قارنوا بين عدد الوفيات اللي حصلت في تكساس فور اكزامبل سنة 17 18 19 20 شهر بشهر، ودي معلومات public information، وقارنوا هتلاقوا ان الوفيات ما زادتش كتير ولا حاجة. في وفيات من الكورونا فيروس، بس كان في وفيات من حاجات تانية قبل كده. بالنسبة للناس اللي يحصل لهم كورونا فيروس او suspected كورونا فيروس، لابد ان هو يعزل نفسه عن الباقيين لمدة 14 يوم، ده النظام اللي احنا بنعمله حاليا. السؤال اللي بعد كده، امتى الانسان يبقى بيعدي الاخرين وبيسبب عدوى الاخرين؟ احنا بنعتبر لو الواحد الحرارة بتاعته ضاعت، مفيش فيفر، ولمدة 3 ايام ما عندوش سخونة، ما بياخدش اي حاجات عشان تنزل الحرارة، بيبقى نسبة العدوى منه ضئيلة جدا. يعني عادة احنا ممكن نعزل انسان حوالي 10 ايام من ساعة ما يبتدي المرض عشان يبقى ما عندوش عدوى تاني. يبقى احنا بنغطي الوش، تغسل ايديك، بتنظف الحاجات اللي بتستخدمها، ممكن تمتنع عن الحتت الزحمة، تمتنع عن الناس اللي بتتكلم بصوت عالي مع بعض وقريبة من بعض. و في حاجة حاصلة اليومين دول مهمة جدا عايز اقولها قبل ما اخلص كلام ونبتدي اذا كان في اسئلة. احنا بنقعد قدام التلفزيون ساعات طويلة نسمع نشرات الاخبار عشان نعرف وصل لايه الفيروس وايه الكم اللي مات وكم اللي ما ماتوش. فده بيسبب عند الناس قلق نفسي شديد واحباط شديد، بيؤدي الى ان في النهاية ان البني ادم ده يعيا من القلق والاحباط. فالواحد احسن حاجه لو كان هو عنده ايسوليشن، لو هو كان معزول في البيت، ما يقعدش طول النهار على التلفزيون، يقرا كتاب، يتفرج على موسيقى، يقرا، يسمع ترانيم، يسمع اداديس، ياكل كويس، يلعب رياضه، يطلع في الهواء النقي النظيف، يغير الهواء، يغير الفلتر بتاع الاير كونديشننج باستمرار، لان ده برضه بينقي الهواء اللي داخل على البيت، ويمنع ان هو يلمس حاجه ويخلي الناس الثانيه تلمسها. ولما يطلع من المكان اللي هو معزول فيه يفضل ان هو يكون لابس الماسك. طيب جاهزين للاسئله دكتور؟ اتفضل. في حد عنده اسئله؟ في اسئله عندنا كتير الحقيقه، احنا للصبح معاك النهارده. اوه ماي جودنس، اي ثينك اي ام ان ترابل، اي ام ان ترابل. خالص خالص. اتفضل. طبعا احنا هنتكلم في يعني في الاسئله، معظم الاسئله من الناس اللي هي ايه يعني اللي شاغلها اكتر مش الحاله الطبيه والكلام ده، الحاله اللي هي ايه يعني اتصرف ازاي اولا لما يجي لي موضوع الكورونا فيروس. هل مثلا الاختبارات متوفره في اماكن كثيره وهل هي مجانيه؟ ده اول سؤال. اوكي. زي ما قلت بدري، الاختبارات موجوده، واللي عايز يعمل اختبار لان الدكتور بتاعه طلب منه يعمل اختبار مطلوب يعمل اختبار. اماكن الاختبارات كالاتي: في اختبارات مجانيه تبع الستيت، وفي اختبارات مجانيه تبع السيتي، وفي اختبارات مجانيه تبع الكاونتي. في اماكن كتيره خالص في هيوستن اريا الواحد بيحجز بالكمبيوتر ويروح في الميعاد بتاعه ويعمل الاختبار اللي هو السواب. اذا كان عنده انشورنس
ممكن يروح في some urgent care clinics بيعملوا الاختبار، وفي في الأزخانات الكبيرة زي CVS and Walgreens بيعملوا الاختبار ده. أنا مش عايز أعمل دعاية لأي حد معين، لكن أنت بتعمل log in the computer على places for coronavirus test هيطلع لك 100 مكان. طيب بعد إذنك يا دكتور بس أشارك مع الناس المكان اللي هو الأساسي اللي عملها هاريس كاونتي عندنا عشان الناس تقدر تروح تعمل الاختبار بتاع الكورونا مجانا. بعد إذنك بس أشاركوا الناس على السكرين for one second. Okay. And by the way ده مجاني. تمام ده مجاني. بس اللي يروح هناك يخلي باله طويل لأن أحيانا بتكون you have to wait for a few hours. تمام. ده المكان. معلش سوري. ده المكان اللي المفروض لو اي حد عايز يحجز عشان يروح يعمل كورونا فيروس ده الويب سايت اللي هو ريدي هاريس جيت تيستد readyharris.org/get-tested. وبعدين بتخش على ده اللي هو الفري هاريس كاونتي كوفيد 19 تيستنج سيستم. اوكي لما بتروح عشان تعمل التيست بتستنى في العربيه بتاعتك في اي مكان، يعني الواحد بيستمر في العربيه بتاعته وبعدين بياخدوا منه العينه وبيمشي. حتى في البرايفت بليسز اللي هي بتاخدها بالانشورنس او بتدفع لهم زي الاجزخانات زي ما بقول لكم بتستنى في العربيه وبيدي لك الكيت فتاخد انت العينه بنفسك. اوكي تمام. ده اول سؤال. ثاني سؤال عندنا يا دكتور، هل نزول حمام السباحه فيه خطر؟ بيعتمد برضه على نفس الكلام اللي احنا قلناه ديستانسينج، يعني انت ما تنزلش مجموعه كبيره مع بعض قريبه خالص من بعض ومع بعض ويسبب يتكلموا بصوت عالي ممكن يحصل عدوى، ولكن هو في حمام السباحه غالبا ما فيش عدوى السيف طالما الواحد بيعمل الديستانسينج و ما بيتكلمش بصوت عالي مع حد ما يعرفوش وكلام زي كده. نسبه العدوى ضعيفه جدا في حمام السباحه. تمام. حمام السباحه أيوة. ولا حمام البيت؟ حمام السباحه. لا حمام السباحه. حمام السباحه بالتحديد. الناس يمكن السؤال اللي عندهم هل بيتنقل عن طريق الميه يعني انا في حمام السباحه؟ لا مفيش اثبات. المعلومات اللي بقولها لكم زي ما بقول لكم اللي نعرفه النهارده لغايه دلوقتي مفيش دراسه اثبتت ان ممكن يتنقل عن طريق الميه. تمام. او عن طريق الاكل. مفيش اثباتات انه يتنقل عن طريق الاكل. يعني لو انا مثلا شاري اكل من بره ما يخافش ان هو ممكن يكون حد مثلا نايل عليه الفيروس. في حاله واحده بس. لو واحد عطس على الاكل بتاعك ده. طيب. او عمل حاجات افرازات من بقه وهو عنده العدوى يبقى في فرصه. اوكي السؤال اللي مرتبط بده، هل لو انا جبت اكل من بره وحطيته في الميكروويف دقيقة دقيقتين ثلاث دقايق هل الميكروويف هيقضي على الفيروس؟ حسب الدراسات المعمولة لغاية دلوقتي الميكروويف ما أثبتش إن هو يموت الفيروس، لكن لو حطينا الأكل في الفرن ولمدة على الأقل ست دقايق هيموت الفيروس. الميكروويف بيسخن الحاجة بس الحرارة بتوصل كام؟ ما هو عايز حرارة معينة عشان تموت الفيروس وفترة زمنية معينة. اللي بيتحط في الفرن بيموت لأنه في الفرن بيقعد فترة أزيد. وبتقول حضرتك ست دقايق مش كده؟ ست دقايق على درجة حرارة عالية معينة يعني؟ على درجة حرارة عالية. أوكي. لكن الميكروويف أدخله لمدة 30 ثانية عشان يدفى وأبتدي أشرب الشرب بتاعي أو الأكل بتاعي مش مضمون إن هو يعمل أي حاجة. لو سخنته في الميكروويف حطيته دقيقتين ثلاثة مثلا ما يقدلوش؟ بيغلي الحاجة بتوصل لدرجة حرارة عالية. مفيش دراسة. المفروض على الميكروويف يا دكتور يعني الحاجة بعد ثلاث دقايق بتبقى سخنة قوي يعني. أصل هو المشكلة احنا عندنا في الطب في حاجتين،
في حاجة اسمها المنطق اللي بنمشي بيه وفي حاجة اسمها دراسة. لغاية دلوقتي أنا شخصياً ما نعرفش إن في دراسة اتعملت أثبتت إن الميكروويف لمدة 30 ثانية ولا 50 ثانية يموت الفيروس. بس من جاي تطلع دراسة بعد كده تبين. اللي عارفينه إن الفرن والست دقايق أو أكثر بيموت الفيروس والبكتيريا. أوكي. طيب هل عرض واحد من الأعراض كافي للشك في وجود الفيروس؟ يعني مثلا هل الإسهال لوحده يخليني أشك في وجود الفيروس؟ هو الفيروس ممكن يجي من غير أعراض خالص. تمام. اللي هو السب كلينيكال اللي هو غالبية الناس. لكن ممكن في أعراض خفيفة. لكن حاجة واحدة لوحديها غالبا ما تعملش منطق ان هو الواحد يبقى عنده الفيروس. يعني مثلا ادي لك مثال، احنا النهارده بنتكلم على الكورونا فيروس، طب ما احنا نسينا ان في ازمه، نسينا ان في ساينس انفكشن، نسينا ان في واحد ممكن يحصل له اسهال، فهل كل واحد يكح مره يبقى انا عندي الكورونا؟ لا، مجموعه مع بعضيها كلينيكال بيكتشر. يعني واحد عنده اسهال وعنده لوس اوف تيست، عنده لوس اوف سميل وراسه وجعاه وحاسس ان جسمه مكسر، احتمال كبير. لكن واحد حصل له اسهال مره واحده، الاحظ استمر او تو مونيتور ذا بيشنت، الاحظ العيان ده حصل ايه معاه بكره، حصل ايه معاه بعد بكره. من الجايز يكون عنده فعلا المرض واخده بسيط خالص سب كلينيكال ويخف بسرعه، ومن الجايز انها تزيد. فما اقدرش ان انا اعطي تشخيص لكل واحد بابسط حاجه ان عنده المرض، لازم تكون بيكتشر. تمام. احنا عرضنا المكان اللي بيتعمل فيه فري تيستينج اللي هو تبع هاريس كاونتي، وطبعا كل كاونتي عندها مكان بيعملوا فيه فري تيستينج. بس هل لو اي حد عنده اي نوع من الانشورنس بتغطي مصاريف التيستينج؟ بتغطي 100% 100%. طب ممتاز. صدر قرار من رئيس الدوله بان كل الانشورنس لازم يغطي الكورونا فيروس. ممتاز. طيب معنى كده ان انا ممكن اعمل التست بتاعي في اي مكان من اللي هم الارجنت كير او الامرجنسي رومز اللي موجوده كتير جدا حوالينا، غير السي في اس وغير الوولجرين، صح؟ مش كلهم عندهم التحليل. قبل ما الواحد يروح بيتصل بيهم وبيحجز وبيعرف عندهم التحليل ولا لا، وبياخد ميعاد ويروح. ولما بيروح في الاماكن دي ما بيستمرش كتير هناك، بيقعد فتره صغيره جدا ويمشي. ممتاز. السؤال اللي بعد كده، هل من الممكن للواحد يكون عنده كورونا فيروس انا اللي خلاص عرفناها، هو ممكن يكون الكورونا من غير اعراض خالص. في سؤال تاني بيقول هل واحد ممكن يجيله كورونا فيروس اكثر من مره؟ يعني جالي كورونا فيروس وخفيت منه، هل ممكن يجيلي تاني؟ لغايه النهارده ما فيش دراسات اثبتت ان ممكن واحد ياخد الكورونا فيروس مرتين، ولكن للمعلومات الكورونا فيروس بتغير الاستراكشر بتاعها، واحنا النهارده بنعرف ان الكورونا فيروس الموجوده حاليا 7 انواع بيغير شكله في 7 انواع منه. فلكن يعني من ما طلع بقى 7 انواع اوريدي، 7 انواع بيغير شكله، ولكن لغايه دلوقتي ما فيش دراسة أثبتت إن الواحد بياخده مرتين. كان في بعض الكلام إن في تشاينا ابتدت another wave of coronavirus، بس ده مش مثبت. عايز أقولك على حاجة تاني بالنسبة للأكل والمايكروويف. غالبا ما فيش عدوى بتحصل مع الأكل، العدوى بتحصل مع التنفس، الجهاز التنفسي، ولما تدخل على بقك الفيروس خلي الفيروس ينسبه، الا لو الاكل ده متلوث بالفيروس. واحنا لو حتى متلوث، بالتالي حتى لو متلوث حتى بفيروس ودخل على المعده على طول ما دخلش على الجهاز التنفسي، خلاص ده الفيروس اتدمر جوه المعده. مظبوط. خصوصا المعده المصريه. بالفول، مع الفول بقى وكده والصيام وكده والكشري. لا، هو لو وصل للبق للميوكس مبرين بتاع الفم ممكن يحصل عدوى. يعني اقصد لو الاكل ده متلوث تماما تماما بالفيروس يبقى دي حاجه تانية كتيره خالص يعني. فمش عايزين نخاف من الاكل،
بقدر الامكان. ما دام الاكل معمول نظيف وكويس وفي مكان نظيف اتكل على الله. تمام بلانا والشفاء. هل انا يعني زي ان انا مثلا مريت بحاله شبه الفيروس قوي قوي في شهر ديسمبر قبل من الموضوع ما يبقى معلن ومعروف وبتاع والكلام ده، او مثلا ممكن اكون انا مش متاكد اذا كان جالي الفيروس ولا لا، هل اقدر اروح اعمل اختبار الانتي باديز اللي هو الاجسام المضاده بدون ما يكون جالي المرض، وهل ينفع اروح اعمل الاختبار ده فين؟ الكورونا فيروس ابتدت في نوفمبر سنة 19، ولذلك احنا بنسميها كوفيد 19 لان هي 19 هي سنة 2019. في بعض الاقاويل بتقول ان في بعض الناس كانت واخدة العدوى في يناير في الولايات المتحدة الامريكية، و يس عشان تعرف ان كان العدوى موجودة ولا لا بتعمل الانتي بودي تيست. الانتي بودي تيست ده بيطلب الدكتور والعيان بيروح للمعمل او عند الدكتور ياخد منه عينة الدم ويبعتها للمعمل وبتتحلل ويتبعت ايجابي او سلبي بعد كده. الفايده بتاعته بتقول ان الواحد ده كان اتعرض للفيروس ده ولا لا. بمعنى ان هو لازم الدكتور اللي يطلبه الانتي بادي بالتحديد لازم الدكتور اللي يطلبه. بس انا جالي معلومه من بعض الناس اللي شغالين في المعامل بتاعت نقل الدم وكده، ان هم دلوقتي فتحوا الموضوع الانتي باديز ده عشان محتاجين الناس تتبرع بالبلازما as much as possible. ده موضوع تاني. تمام. في مراكز نقل الدم بيعمل حاجات كتيره للبني ادم المتبرع، بيشوف له الكوليسترول احيانا، بيشوف له عنده هيباتيتس بي وهيباتيتس سي ولا ما عندوش، لان هو المفروض ما ياخدش عيان عنده هيباتيتس بي ياخد الدم منه ويديله واحد تاني فيديله العدوى. بيعمل الانتي باديز عشان يشوف الناس اللي عندهم انتي بادي فياخد منهم البلازما. ده موضوع تاني. يس بيتعمل في نقل الدم في مراكز نقل الدم، لكن لو واحد عايز يعمل عن طريق الدكتور بتاعه ويروح للمعمل العادي زي كويست لاب او لاب كورب يقول له اعمل لي التحليل ده، ما يقدرش المعمل يعمله له من غير امر الدكتور. وهل ده بيكون مجاني ولا بفلوس يا دكتور؟ لا طبعا بفلوس. اللي في مركز نقل الدم مجاني. اوكي تمام. مركز نقل الدم اللي هو جلف كوست بلاد سنتر بلاد بانك عايز يلم اكبر عدد من الناس عشان ياخد تبرع دم منهم وتبرع بلازما عشان محتاجين له. فالناس دول انا رايح اتبرع ما تاخدش مني فلوس كمان. ده بالعكس. أمين. هو في بعض الحالات بيدوهم فلوس في بنك الدم. بعض حالات معينه افراد معينين معروفين لدى بنك الدم عندهم دم معين فصيله معينه وعندهم اجسام مضاده معينه عارفينهم ومسجلينهم بيطلبوهم لما يكونوا محتاجين جدا وبيدوهم فلوس وبيتبرعوا. تمام. انا عرفت دلوقتي ان الاختبار التست مجاني بشكل او باخر هيبقى مجاني بدون مشاكل يعني. بس هل العلاج مجاني بما ان الموضوع ده يعني ازمه في البلد كلها وفي الدنيا كلها، هل هم عاملين سيستم ان الموضوع ده يبقى علاجه مجانا للناس حتى اللي هي ما عندهاش تامين صحي؟ ما احنا ما عندناش دواء قاتل ليها عشان ادي للناس. لا انا قصدي اللي هو مثلا الامرجنسي كير والكلام ده، يعني حد مثلا ما عندوش تامين صحي ومر بالتجربه دي. انا الحقيقه ما اعرفش بالظبط، لكن انا اعرف ان الحكومه بتغطي الناس اللي ما عندهمش انشورنس لما يروحوا يبقوا ادميتد بكورونا فيروس. تمام. بالاخص الناس اللي هم هنا ليجالي. طيب السؤال بتاعي يمكن الاجابه بتاعته موجوده في المكانين المعروفين جدا بالنسبه لنا اللي بيعالجوا معظم الناس مجانا اللي هم بنتاب والاي بي جي. هل yes. الاثنين دول من ضمن الحاجات اللي الارجنت اللي بيتصرفوا فيها الناس اللي عندهم كورونا فيروس وبيبقى محتاجين للتنفس الصناعي او التنفس؟ لا انا ما فهمتش سؤالك من الاول. انا فكرت العلاج البسيط اللي هو بيحتاجه 95% من العيانين اللي هو احنا بنديهم فيتامين سي واسبرين و
زنك وكلام زي كده عشان اول مناعة بتاعتهم، وبنديهم بعض احيان مضاد حيوي لو عنده سكندري بكتيريال انفكشن، ده موضوع لانه اوت بيشنت. لكن العيان اللي بيدخل المستشفى، اللي رايح للمستشفى عنده كورونا فيروس، ايا كان الانشورنس او نو انشورنس، بيدخل بياخد العلاج، بياخد العلاج بالكامل. تمام. في سؤال حد بيسال، صديقتي البرنامج ام تقى بتسالنا، بتقول لنا انا عامله عمليه تخسيس وعندي مناعه ضعيفه وعندي انيميا، هل هي طبعا بسبب موضوع العمليه اللي هي التخسيس دي، العمليه المعده، واللي احنا بتبقى دايما مرهقه وتعبانه، والدور دور انفلونزا بيروح وبيجي باستمرار، هل عشان تحمي نفسها من الفيروس هل تاخد حاجات معينه، ولا هو الحاجات اللي انت قلت عليها دكتور؟ الحاجات الاساسيه اللي احنا عايزين نعملها، اولا هي عشان عندها انيميا بحس ان تعبانه اللي عندها انيميا، مش تعبانه اللي عندها الفيروس، عندها انيميا بيخلي الواحد يحس انه تعبان ومرهق. الانيميا في حد ذاته ما كانش واحد من الحاجات اللي احنا كتبناها وقلناها ان هي بتعمل انكريز ان ذا ريسك، ولكن الحاجات اللي احنا عارفينها ان الواحد يبعد 6 قدم اللي هي مترين، بيلبس الماسك، بيغسل ايديه، ما يلمسش ايديه ويروح يلمس بقه او عينيه، دي الحاجات الاساسيه. تاخد زنك، فيتامين سي، زنك اند فيتامين سي بيحسن المناعه شويه، ولكن اهم حاجه طبعا ان هي تكون بتاخد تغذيه كويسه عشان تتحسن الانيميا اللي عندها، وتاخد فيتامين بي 12 وتخلي باستمرار، لان بعد السليف سيرجري او الجاستريك ريدكشن سيرجري فور ذا ويت ريدكشن بيبقى في نقص في فيتامين دي ونقص في فيتامين بي 12 ونقص في الايرن، فبالتالي لازم ناخد بالنا ان احنا بنديها سبلمنت، وغالبا الدكاتره اللي معاها بيدوها السبلمنت المطلوب، الفيتامينز المطلوبه عشان تتحسن حالتها، وبتلاحظ كم نسبه الانيميا بتاعتها باستمرار. ولكن الانيميا في حد ذاتها ما هياش واحد من الحاجات اللي بتزود الريسك، لكن السن بيزود الريسك، الضغط بيزود الريسك، السكر بيزود الريسك، امراض القلب بتزود الريسك، امراض الرئه بتزود الريسك، امراض الكليه بتزود الريسك. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول، هل الجوانتي، لان انا يعني معظم الناس الفتره الاخيره بقوا يلبسوا ماسك وجوانتي، اوكي، هل الجوانتي ليه اي لازمه؟ يعني هل الجوانتي بيحمي من اي حاجه؟ الجوانتي طبعا هيفصل الجلد بتاع الانسان عن الحاجات اللي بره، لكن لو انا مسكت بالجوانتي حاجات وفيها تلوث، وبنفس الجوانتي لمست عينيا او لمست بقي، يبقى خلاص الفايدة منه ضاعت. لا بديل ولا شيء أفضل من غسيل الإيد بالمية والصابون 20 ثانية، وعشرين ثانية دي فترة كبيرة الواحد ما بيحسهاش. جرب مرة حط قدامك الساعة أو التليفون وشوف الثواني قد إيه اللي أنت بتاخدها عشان تغسل إيدك، 20 ثانية، تلت دقيقة، ده فترة زمنية الواحد ما بيحسها. اوكي تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول، لو حد عنده قرحه في المعده هل ده بيأثر في موضوع يعني ان هو اسهل انه يجي له كورونا فيروس، ولا طالما الموضوع عدى للمعده خلاص مش هيطلع ثاني للجهاز التنفسي؟ قرحه في المعده معناه في حته فيها جرح، في حته مش ملتئمه في المعده، في حته مش الاندو الانر بارت، الحته الداخليه من المعده فيها حته مش موجوده، بتخف في خلال اسبوعين، وبياخد بعد كده دواء لمده 2 لـ6 شهور عشان يضمن انها خفت 100%. قرحه المعده اذا كان هو بياكل طبيعي وما عندوش اي اعراض امراض اخرى، قرحه المعده مش من ضمن الحاجات اللي بتسبب زياده في الريسك بتاع الكورونا فيروس. ولكن لو هو عنده قرحه في المعده وحالته الصحيه عموما مش كويسه، ده موضوع تاني. تمام. هل لو حد يعني عارف ان هو عنده كورونا فيروس، امتى يعمل الاختبار التاني عشان يتاكد اذا كان الاختبار الموضوع اختفى تماما ولا لسه موجود؟
بعد الاسبوعين، بعد اسبوعين وثلاث ايام، بعد ثلاث اسابيع، بعد قد ايه؟ احنا بنعمل الاختبار ليه؟ لو انا موظف في الشركه وطالبين مني عشان ارجع تاني لشغلي لازم اعمل 2 نيجاتيف تيست، لازم يكون عندي 2 نيجاتيف تيست. ده النظام اللي هو في الناس اللي بتشتغل قريبه من بعضيها او بيشتغل في نيرسينج هوم او بيشتغل في مستشفى، يعني بيختلط بالناس قريب، بيطلبوا 2. فلو انا مثلا ابتدى المرض من اسبوعين وانا دلوقتي خفيته بيت كويس، بعمل تحليل النهارده عشان عايز نتيجته وعشان بتمنى انها تكون نيجاتيف وعشان اوديها لشغلي، ممكن اعمل 1 النهارده و1 بكره بعد 24 ساعه. لكن لو انا بعمل يعني خدت المرض من اسبوعين وعملت تحليل من اسبوعين وطلع ايجابي وخفيت والحراره راحت ومفيش كحه وصحتي رجعت بقت طبيعيه بعد اسبوعين 3 اسابيع، عايز اعمل تحليل ليه؟ هل عشان ارجع الشغل؟ عشان ارجع عشان اطمن ان انا خفيت وما خفيتش؟ لا، احنا بنعتمد على الواحد خف او ما خفش بالكلينيكال بيكتشر، بالحراره، بالكحه، بالالم اللي عنده، بضيق التنفس، بالاكسجين القليل، مش بالتحليل. التحليل عشان يؤكد الحاله دلوقتي بتتشخص كلينيكال، لان احنا عندنا حالات كتير في الكوميونتي. بنأكد بالتحليل، وزي ما قلنا التحليل 80%. بمناسبة ان التحليل 80%، هل نسبة ال 80% دي كمان في الـ في الـ في الـ في الحالات الإيجابية؟ بمعنى ان هو ممكن يقول لي ان انت عندك فعلا فيروس بوزيتيف ويبقى التحليل ده نتيجته خاطئة، ولا بس في النيجاتيف بيبقى خاطئة؟ ممكن. ليتني افسر تاني ال 80%. يعني واحد مبتدي عنده الفيروس وعنده المرض فعلا ولسه الاعراض ابتدت، مش مبتدي، ابتدت خفيف، واعمل التحليل ويطلع سلبي. انا كدكتور لما يكون عندي العيان وعنده ارتفاع في الحراره وبيكح وصداع وفقد الشم والم في صدره مع الكحه وحالته تعبانه والتحليل سلبي، ده عنده المرض. انا مش ههتم بالتحليل، انا مش بعالج التحليل، انا بعالج البني ادم. الكلينيكال بيكتشر هي الاساس. فيبقى التحليل الاولاني سلبي، انا عندي حالات في البراكس بتاعي طلعت سلبي وعالجناها على انها كورونا فيروس، وبعديها باربع ايام عملنا التحليل تاني وطلع ايجابي. اوكي. فممكن يكون سلبي في الاول وبعدين يطلع ايجابي، ممكن يكون ايجابي وهو ما هوش ايجابي ولا حاجه، في نسبه خطا، ما هوش 100%. التحليل بنعمله عشان ناكد ان العيان ده واحد عنده كورونا فيروس ولا لا. اي واحد هيعمل عمليه في المستشفى حاليا بيعملوا تحليل الكورونا فيروس. ليه عشان يقدروا يعملوا احصاءات عشان يطلعوا ارقام بيتهيألي. ده هو رايح يعمل منظار قولون، ده هو رايح واحده رايحه تولد ما لهاش علاقه خالص بالفيروس، لازم يعملوا له كورونا فيروس. ليه؟ لان لو هو ايجابي او لو هي ايجابيه بيغير السيناريو تماما. لو البني ادم ده عنده الكورونا فيروس، الممرضات اللي حواليه لازم ياخدوا بالهم عشان ما يتعدوش، الدكتور اللي بيعالجه لازم ياخد باله عشان ما يتعديش، العيان بعد كده لازم يتحط في عزل عشان ما يعديش الاخرين، الطفل اللي اتولد لازم ناخد بالنا عشان ما ياخدش العدوى. فبيغير الامور. فاحنا بنعمل التحليل عشان حاجات تانية، مش بس عشان انا اعرف ان هو ايجابي ولا سلبي. التحليل بيتعمل لسبب، بيتعمل لفايدة. اوكي. الاجسام المضاده دكتور، هل بتستمر مع البني ادم مدى الحياه ولا ليها مده معينه الاجسام المضاده دي بتختفي بالتدريج؟ That's a very smart question يا استاذ حبيب. That's a very smart question. واحنا عندنا حاجه اسمها acquired immunity. الايدز acquired immunodeficiency. acquired. acquired يعني بنكتسبها. الأجسام المضادة دي اكتسبتها. المناعة عند البني آدم لما أنا أخذ فيروس أو أخف من الفيروس بتسميها solid immunity. يعني الناس اللي خدوا الحصبة في مصر أو خدوا المامس اللي هي بيسموها اللوكين بالعربي، بياخد مناعة بعد كده بتستمر معاه.
حتى لو احنا كشفنا عليه وطلعت الاجسام المضاده في الدم نسبتها قليله لكن عنده مناعه سوليد اميونيتي. لكن لو واحد انا اعطيت له الفاكسين بتاع المرض بياخد مناعه مصطنعه، بياخد مناعه اكتسبها مكتسبه، فبيطلع اجسام مضاده. الاجسام المضاده تبقى موجوده بس من الجايز، ما احناش متاكدين لسه على الكورونا فيروس لان قلنا ان دي حاجه جديده ما نقدرش نعرف غير بعد 10 15 سنه من دلوقتي الناس اللي خدوا اللي عندهم الاجسام المضاده دي هتستمر قد ايه، ما احناش متاكدين لسه. تمام. هل حضرتك تنصح يا دكتور ان يعني هو دلوقتي موجود اونلاين كتير قوي اللي هو الجهاز الفنتيليتور اللي هو الصغير ده اللي احيانا بيبقى موجود في عيادات الدكاتره مش في الامرجنسي رومز وبيبقى موجود اونلاين ممكن اي حد يشتريه، هل تنصح ان احنا يعني مثلا يبقى موجود احتياطي عندي في البيت لو حصل اي حاجه الجهاز ده هل ينفع يشتغل في البيت ينقذ بعض الحالات يعني لو الحاله مش صعبه قوي؟ انا ما اقدرش افتي في كده لكن انا عايز اقول لك على حاجه، لو العيان وصل للمرحله دي ده العيان ده بيوند ان انا اعالجه في البيت بنفسي وانا ما عنديش الخبره الطبيه ولا الامكانيات الطبيه، ده يبقى انا بعمل ظلم للعيان ده ما بديلوش فرصه لعلاج الصح. هو بس لان الخوف ان هو يكون عدد السراير في المستشفيات اتخذت شويه زياده يعني. فهل انا اطمنكم عندنا كميه سراير كتيره جدا وعندنا امكانيات كتيره خالص في تكساس وفي غير تكساس، احنا في امريكا عندنا امكانيات رهيبه، لما احتاجوا في نيويورك ولما احتاجوا في كاليفورنيا بعتوا لهم سفينه فيها 1000 سرير مستشفى ما استخدموهاش غير كام يوم وما حطوش فيها غير شويه عيين صغيرين، ما كانش فيها عيين كفايه تتحط، وبعدها باسبوعين ثلاثه قالوا متشكرين امشوا. عندنا امكانيات غير عاديه في امريكا، عندنا امكانيات. احنا ربنا اعطانا نعمه ان احنا نكون في البلاد دي في الوقت ده، ربنا اعطاها لنا صح. فمش عايز صح. انا واحد يبقى عنده فرصه يبقى بيتعالج على اعلى مستوى طبي في العالم وانا اروح اعمل له تنفس في البيت وياخد مضاعفات. لو العيان وصل لكده مفروض نوديه للجهات المتخصصه. لكن طيب اي واحد ممكن يعمل الحاجه اللي مفروض الواحد يتعلمها اللي هو ازاي انك تسعف عيان بسرعه، اللي هي انك تعمل تنفس، انك تدوس على الصدر، وانك تعمل اللي هي الاسعافات الاوليه لغايه لما تيجي الناس متخصصه. اوكي. طيب في انواع معينه من المسكنات بتضر المريض اللي عنده كورونا فيروس؟ احنا عارفين ان الكورونا فيروس بتعمل تجلطات في الدم فبتؤدي احيانا لغرجرينا في الصوابع، بتؤدي لما التجلط في الدم يروح لواحد من الشرايين بتاع القلب يعمل هارت اتاك، لما بتروح للكليه بتعمل فشل في الكليه او دامج في الكليه، لما بتروح للرئتين بتعمل النمونيا وبتذوب الحتت في البتاع. فبالتالي احنا بنخاف على الكليه. النون استرويدال انتي انفلاماتوري زي الايبوبروفين، ادفيل، اليف، نابروكسين، فيلدين، سيليبريكس، يو نيم ات، كل دي ليها اعراض جانبيه على الكليه، بتاثر على الكليه، هي بتنزل الحراره لكن اعراض جانبيه على الكليه. فهنا احنا لو بندي مسكنات بنفضل التايلانول فقط، ولكن لو اضطرينا ندي مره ولا حاجه ايبوبروفين موترم ممكن مره ولا حاجه مش اكتر يعني، مره ولا حاجه، لكن ما بنحبهوش، بنحب التايلانول بس. وزي ما قلت ان احنا بندي بيبي اسبرين عشان يخلي الدم سايب عشان نمنع التجلطات دي لو واحد مصرح له انه ياخد البيبي اسبرين. تمام. في اسئله ثانيه موجوده على الجروب بس انا مش شايفها الحقيقه، فانا هسيب حد من الخدام معانا يقول الاسئله دي. تريزا معانا، ممكن تقري الاسئله اللي ما تعرضتش على الدكتور او ما اتكلمناش فيها لو حاضره معانا من الاول؟ تريزا ممكن تعملي ان ميوت لنفسك وتسالي الاسئله.
اوكي سلام ونعمة. سلام سلام. في استاذ امير بيسال بيقول ان هو اكسبوز تو سام وان تيستد بوزيتيف وكلم الدكتور بتاعه البرايمري دكتور فقال له تاخد ميعاد يعني جنبك للامرجنسي. هو ما قدرش ياخد ميعاد وبيقول لما شفتهم قالوا ان هم لازم تيجي يعني تروح لهم عشان تاخد ميعاد وترجع تعمل التيست فده يعني هو شايف انه انسيف. ايه راي حضرتك؟ لو الدكتور بتاعه عايز يعمل له التيست ده اتس ا جود ايديا وممكن يروح في اماكن سيفر زي ما قلنا فيه الاماكن الخاصه ولو هو عنده انشورنس كل الاماكن متغطيه بالتحليل ده بالكامل. لو بيروح في مكان من اللي هو درايف ثرو بيبقى سيف. بس الحاجه اللي اهم من كل ده هل هو عنده اي اعراض؟ هل هو عنده سخونه؟ هل بيكون بيقول ان هو exposed to someone كان positive لكن ما قالش كان عنده اعراض ولا لا. ما انا عارف ما كلنا هنبقى exposed. الفيروس ده هيضيع لما اغلب الناس يبقى exposed ويبتدي عندنا مناعه. ده الحاجه اللي هتعرف. بس هل هو عنده اعراض ولا ما عندوش اعراض؟ لو عنده اعراض ده موضوع تاني. ما عندوش اعراض ياخد معاد ويروح براحته ومفيش مشاكل. وبعدين اهم حاجه الاحتياطات اللي احنا قلناها هي الحاجه الاكيده اللي بتفيد. distancing, mask, wash your hand, don't touch anything, touch your mouth. دي الحاجات اللي احنا لازم نعملها. لان التحليل اللي هيعمله النهارده هيطلع ايجابي او سلبي. لو هو ما عندوش اعراض مش هنعمل له حاجه anyway. لو هو الدكتور عايزين نعالجه anyway. في سؤال تاني دكتور برضه من الناس اللي هم اوريدي عاملين حجز لنفسهم في الاوضه بتاعتهم. موضوع تطهير الاوضه بعد كده ايه افضل طريقه لتطهير الاوضه بعد كده من الفيروس؟ لان هم يعني قفلوا على نفسهم الاسبوعين او الثلاث اسابيع وخرجوا عايزين يطهروا الاوضه عشان بعد كده اللي هيدخل الاوضه بعدهم. ما فيش احسن من الغسيل بماء وصابون. الملايات البيت كفرز الفوط الهدوم مفيش احسن من الغسيل بميه وصابون. دي نمره واحد. نمره اتنين لو في اسطح انت عايز تنضفها بكحول ماشي. الاهم من كل ده هو خف. البني ادم ده خف وما عندوش حراره لازيد من ثلاث ايام. عشان كده مش هيقدر يطلع من الاوضه دي غير لو ما عندوش حراره لازيد من ثلاث ايام وما بياخدش اي مسكنات للحراره. الفيروسات ماتت. اوكي. ما هي ماشي عايشه تاني. بس عشان واحد نفسيته تبقى مرتاحه الغسيل وميه وصابون وتنظيف الحاجات اللي هناك بكحول او مطهر هيبقى نفسيته مرتاحه اكتر. لكن هي فيروس مات. اوكي تريزا. اوكي في سؤال من مدام هبه بيقول كيف يتعامل الشخص السليم مع الاشخاص اللي تم اصابتهم ونتيجه تحاليلهم ايجابيه وده على المدى القريب او المدى البعيد؟ يعني هل المده الزمنيه اللي يمكن ينقل فيها الانسان المصاب للانسان السليم؟ وهل الشخص الحامل للمرض لن يتأثر بالمرض مطلقا أم أنه يتعرض لحالة ثبات مؤقت ومن بعدها تبدأ الأعراض في الظهور؟ This is a very smart question and very complex question. It's multiple questions and one question. نمرة واحد الواحد بيبقى العدوى بتحصل أكتر منه بيقدر ينشر المرض أكتر في الفترة اللي أول ما بياخد فيها المرض قبل ما تظهر الأعراض بشوية صغيرين يعني بيوم ولا اتنين قبل ما تظهر الاعراض واليومين التاليين او الثلاث ايام التانيين اللي بعد ظهور الاعراض. يعني حوالي خمس ايام بتبقى نسبه الفيروس عاليه وبتنتشر عن طريق الكلام عن طريق التلامس عن طريق الطرق المختلفه اللي قلناها. طيب واحد كان عنده العدوى وخف وبعدها بثلاث ايام من ما فيش حراره وما فيش مسكنات للحراره غالبا كمية الفيروس اللي عنده ما تكفيش ان يعدي حد. اوكي؟ فالعيان اللي اتحجز لمدة 14 يوم في بيته وما عندوش حرارة لتأزد من 3 ايام بيعتبر مش معدي. وبلبس الماسك وغسيل الايدين والديستانسينج مش محتاج ازيد من كده. واحد كان عنده العدوى وخف ده خلاص خف. ده بالعكس ده لا هيعدي ولا هيتعدي. كمية الفيروس اللي عنده خلصت
وعنده أجسام مضادة، فمش هيتعدي تاني غالبا، ومش هيعدي لأنه ما عندهش فيروس. طب يبقى أمان مثلا أنه يتعامل مع أطفاله أو مع الناس حواليه؟ أي ما تعملش ليه؟ يبقى أمان لا هيعدي ولا هيتعدي. بقى عنده أجسام مضادة وخف من الفيروس، لا عنده فيروس ولا هيقدر يعدي بالفيروس، وعنده أجسام مضادة لا هيعدي ولا هيتعدي، ما دام مرت عليه فترة زمنية خلت الفيروس انتهى وما عندوش سخونة 3 أيام على الأقل بدون مسكنات للحرارة. طيب هنحتاج بس من حضرتك يا دكتور بعد ما نخلص تبعت لي بالإيميل في نوت مايند لستة بالحاجات اللي هي يعني يفضل إنها تبقى موجودة في البيت، يعني تساعد في موضوع الفيروس لما موجودة، اللي هي الحاجات اللي هي يعني we'll find it on shelf، يعني اللي مش محتاجة prescription، موجودة في كل بيت حاليا. تمام، أنا بس محتاج اللستة عشان هعملها شير للناس. عندهم صابون أيوة. ومية وكحبات تنظف بها الدنيا. الأدوية زنك 50 ميلي جرام، فيتامين سي 1000 ميلي جرام، وفيتامين بي 12، فيتامين بي 1 لو الواحد عنده أي مشكلة في الأعصاب. بالنسبة للناس اللي هم أكبر من سن 40 سنة وما عندهمش مشكلة في أن يأخذ أسبرين، بيبي أسبرين 81 ميلي جرام إفري داي. تمام. في أي أسئلة تانية فيزا؟ أو في أسئلة كتير تاني. أوه أرحمني. طيب معلش. تعبناك يا دكتور سوري. لا تحت أمرك تحت أمرك. أنا بأخذ بركة منك. في مدام هبة بتسأل لو في تشايلد كان عنده 2 open heart surgeries وتعالج من نمونيا 2019 وخلاص بقى كويس يعني، بس هل هو ده هيبقى in high risk to get the virus if exposed to a carrier or a sick person? It is high risk. It's cardiovascular disease. It's high risk. Okay. High risk. Okay. تأكيد يعني. Yeah, high risk. لأن عنده cardiovascular disease. Okay. هل لو في حالة بتعاني بس يا دكتور من يعني هم positive وعندهم كحة جديدة لكن ما فيش سخونة خالص، هل الكحة بس ممكن تؤدي لالتهاب رئوي ومشاكل؟ كلمة التهاب رئوي معناها ان في اجزاء في الرئة زي ما ورينا الصورة بدري بدأت تموت او تضمحل بسبب الميكروب بيموتها، الفيروس بيموتها. كلمة التهاب رئوي دي كلمة علمية، لكن هو طالما ان بيكح لازم لغاية الكحة ما تضيع لولا نقول ان الانسان ده خف. بس المفروض ان الكحة بتاخد وقت كبير حتى في الانفلونزا العادية لما بتيجي كحة بتاخد وقت كبير عشان تخف، فهي يعني دي اكتر حاجة ممكن تحصل ولا ممكن الكحة بس من غير سخونة تؤدي للالتهاب الرئوي؟ لا، التهاب الرئوي ده من الفيروس ومن تجلط الدم في الأوعية الدموية مش من الكحة. الكحة ده عرض بيدل على ان الرئة عايزة تطلع حاجات لبره، يعني لو عندي شوية افرازات في القصبة الهوائية هكح عشان اطلع ده لبره. لما بتشنق الواحد بيكح من غير التهاب رئوي، عايز تطلع اللي جوه بره. الكحة ده عرض، التهاب الرئوي ده مرض، ده حاجة وده حاجة. المرض بتاع الكورونا فيروس بياخد فترة زمنية، يعني احنا بنقول ان كورونا فيروس بياخد حوالي 3 اسابيع، من اسبوعين لثلاث اسابيع بالفتره الصغيره، او ياخد لغايه 3 4 شهور 6 شهور لغايه لما يتحسن حسب السيفيريتي او قسوه المرض اللي حاصله معاه، هل المرض خفيف ولا متوسط ولا شديد. لكن الواحد بيكح بس كده وخلاص ده مش مشكله كبيره، طالما ان الكحه دي مش مستمره، طالما ان الاكسجين بتاعه طبيعي. لازم الواحد اهم حاجة عندنا الحرارة والاكسجين. الشورتنس بريث معناها مش قادر يتنفس بسهولة زي الصورة اللي ورناها، دي معناها ان الانسان ده بيعاني. لكن انا بكح عشان انظف زوري that's nothing. يعني في فرق، كحة في فرق، لو في سخونة معاها، لو في وجع في كل جسمه، لو في ألم شديد مع الكحة، دي حاجات تخلي الواحد يبقى لسه حريص. لكن المرض النمونيا ده موضوع تاني، موضوع واحدة من أعراضه الكحة. النمونيا أحيانا تحصل من غير كحة، النمونيا أحيانا تحصل من غير حرارة. يعني بخلاف الكورونا فيروس النمونيا ده is very common، ف
في حاجه اسمها كوميونيتي اكوايرد نمونيا اند هيلث كير اكوايرد نمونيا. كوميونيتي اكوايرد نمونيا اللي بتحصل للانسان اللي هو في بيته الكوميونيتي، والهيلث كير لبني ادم اللي هو في نيرسينج هوم او في مستشفى ويحصل له نمونيا. نمونيا معناها في التهاب في داخل العربي اسمه التهاب رئه ملتهب. فاعراض الالتهاب ده ايه؟ ممكن يكون سخونه، زياده في كرات الدم البيضاء، لكن اكتر الاعراض لو الاكسجين قل والنفس بتاعه نفس زاد. يعني البني ادم الطبيعي بيتنفس من حوالي 10 12 لغايه 16 18 مره في الدقيقه. لو النفس ده بيزيد من 24 بيبقى خطير، لو زاد من 30 بندخله الاي سي يو. يعني واحد مش قادر ياخد نفسه وبيشغل، تبص تلاقي المناخير بتشتغل، الحته بتاعت المناخير بتشتغل، وبيستخدم عضلات صدره مش عارف ياخد نفسه، مش قادر ياخد نفسه. مش ان انا بس بكح، نيمونيا ده موضوع مهم، مش ان انا كحيت يبقى عندي نيمونيا. طب يا دكتور، في واحد بيقول ان الاولاد خلاص رايحين المفروض المدرسه الشهر 8 الجاي، وطبعا كل الاباء في حيره، يعني هل ده هيكون امان ليهم انهم يرجعوا المدرسه في الوقت الحالي؟ ما فيش شك ان رجوع الاطفال للمدارس صحي 100% للاطفال وللاسره وللمجتمع، صحي 100%. الدراسات حاليا اثبتت ان الناس اللي هم قاعدين في البيوت ومعهم الاطفال نسبه الابيوز زادت، نسبه الكرايم زادت، نسبه الدراجز زادت، نسبه الاجريسيفنس زادت، الاميونيتي بتاعتهم قلت. يعني عشان نقعد في البيت على طول لا متعلمين ولا صحتنا متحسنه ولا كسبانين حاجه. لكن لما بنرجع للمدرسه الطفل بيطلع بره بيشم الهواء، بيختلط بالناس، بيتعلم، وبتزداد المقاومه بتاعته، وبيبقى احسن صحيا نفسيا علميا اقتصاديا. والامريكان اكاديمي اوف بيدياتريشن بعتت مقالات وبعد الابحاث اللي عملوها وبيشجعوا كل الجوفرنرز، بليز ستارت سكول ان تايم، ستارت سكول ان تايم. هتقول لي ليرنينج فروم ديستانس از كومبليتلي ديفرنت فروم ليرنينج ات سكول. ذا ابيليتي بتاعت التشايلد تو ابزورب ذا انفورميشن اند تو ليرن از ليس، ديستراكشن از مور. الاتموسفير اللي فيه التشايلد او الطالب مختلف في المدرسه عن البيت. انا في البيت عايز اريح، عايز اتفرج على التلفزيون، عايز اكل، عايز العب، لكن في المدرسه هذاكر، المدرسه قدامي، ما اقدرش ابقى اضيع الوقت معاها وهي واقفه قدامي. ما فيش شك رجوع الاطفال للمدارس مفيد جدا للاطفال وللاسره وللمجتمع. هتقولي لي وال هينشر المرض، طب المرض انتشر اوريدي، المرض الوفيات بتاعته ضعيفه جدا، ضعيفه جدا. لو سمحتوا لو ليكوا اكسس cdc.com وبص على نسبه الوفيات اللي حصلت في سنه 17 18 19 20 مفيش فرق كتير. عندنا سراير بالهبل في المستشفيات، المستشفى اتملت عشان عملوا الكتيف سيرجريز. طيب مش عشان نقول سؤال كمان، لان انا شايف في اسئله متكرره، يعني في اسئله اوريدي اتجاوب عليها، يعني في حد سال الموضوع بيتكرر ولا لا؟ يعني جاوبنا على السؤال دوت. وفي اي حاجه ثانيه مش متكرره معانا يا تريزا؟ في واحد بيسال على البلازما اللي المفروض، يعني الكميه اللي هياخدوها من المتبرع قد ايه؟ هل كميه كبيره ولا يعني يقدر عليها اي انسان؟ البلازما الواحد بيعملها في خلال 6 ساعات، الكمية اللي بياخدوها الإنسان بيعوضها في خلال 6 ساعات. وهما بيعملوا حاجة على أساس علمي مش على أساس وخلاص، بياخدوا كمية ما بيضروش المتبرع ده، هما بيهمهم جدا صحة المتبرع عشان يرجع لهم تاني وتاني وتاني. البني آدم ممكن يتبرع بالبلازما كل أسبوع. كويس جدا.
طيب في سؤال تاني بيقول امتى ينفع يستخدم المضاد الحيوي زيستروماكس مع الشخص المصاب؟ مش بس زيستروماكس، في ادويه مضاده حيويه كثيره بنستخدمها، بنستخدمها لما بيكون في شك ان في سكند البكتيريال انفكشن، بنستخدمها لما بيكون عندي شك ان البني ادم ده عنده كمان بكتيريا انفكشن. بعد الفيروس ما بيحصل الغشاء المخاطي الميوكس ممبرين بتاع الجهاز التنفسي بيضعف، فبيدخل سكندري بكتيريا انفكشن. انت عارف ان احنا عندنا بكتيريا في الماوث، بكتيريا في النوز، وفي كل الجهاز الهضمي، والبكتيريا في الماوث اكتر من البكتيريا اللي في الشرج، والإنسان ممكن بيتعدي من البكتيريا اللي موجودة عنده مش من البكتيريا من بره كمان. فبعد ما الواحد ياخد المرض ويحصل له الميوكوس بنيومي ضعيف، احيانا بنضطر نديله مضاد حيوي مع العلاج عشان نمنع المضاعفات. اوكي، في ناس بتسأل لو عايزين يروحوا في هوتيل فور فيكيشن هل ده امان انهم يعملوا كده؟ احنا قلنا ايه الحاجات اللي بتخلي الواحد في امان؟ ديستانسينج، الماسك، ديستانسينج واشينج يور هاندز ثورلي وذ سوب اند ووتر. انا اعملهم بترتيب مختلف، واشينج يور هاند وذ سوب اند ووتر فور 20 سكندز، ماسك اند ديستانسينج. اوكي، في واحد بيقول لو انا عندي كورونا ابتدي اعمل اختبار للتاكيد اني بقيت كويس امتى؟ لو ما عندوش اعراض بس هو طلع بوزيتيف. يعني هل عايز التاكيد ده عشان يرجع شغله؟ تقريبا اذا كان عشان يرجع شغله في بعض الاماكن بتطلب مرتين نيجاتيف. عاده حسب الشغل، يعني الشغل هو اللي بيقرر، حسب الشغل بيقولوا عايزين مرتين نيجاتيف ولا مره نيجاتيف. عاده احنا بنعمل التحليل بعد حوالي 10 ايام ل 14 يوم من حدوث المرض. اوكي طيب، حاجة بس معلومة أخيرة قبل ما نختم، عشان في إيميل اتوزع دلوقتي على الكنيسة، يعني الناس اللي كانت حاجزة قداس بكرة السبت، القداس بكرة اتلغى، ويوم الحد القداس الأولاني اللي هو بتاع 6:15 للساعة 8 ده كمان اتلغى، والقداس الساندي ليترجي ما انت قلت الصبحيات لغة. لا اللي هو لا في حاجة تانية في دلوقتي حالا، عشان برضو ده بيثبت ان احنا نحاول ان احنا نحافظ على غيرنا ونحافظ على ان احنا لما يكون عندنا شك او عندنا حاجة ما نروحش الكنيسة وما نروحش حد اي مكان من الاجتماعات بتاعتنا، وما نحضرش مثلا درس كتاب، لان الحقيقة ما نحضرش برضو التسبيحة والعشية عشان احنا ما نعرضش. في ناس بتستسهل بالموضوع دوت وبتحاول ان هي يعني تقول ما انا كويس وما فيش حاجه وبتاع والكلام ده، هلبس ماسك واروح. الموضوع ده مضر لينا كلنا، والموضوع ده يعني لسه يعني دلوقتي معلومه جديده اللي فيه كام قداس اتلغوا. يا ريت الناس كلها تبص على الايميل بتاعها من غير ما يبقى فيه قلق يعني. بس في اي حاجه تانية تحب تشاركها؟